واقفين في مشتل بنثبت فيه ان جهاز دلتا ووتر ليه تأثير بفضل الله تعالى على كواليتي المية. كواليتي المية هنا 1200 وجهاز 2 بوصة وبيروا بيه المشتل شتلات لا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله من البتنجان. التأثير الأول زيادة في حجم الورقة، واضح جدا ان الورقة كبرت ودتني شغل حلو، ده ناتج عن كبر مجموع الجذري داخل الـ 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 وحدة التغذية. كمية المية المتوفرة ممتازة، كواليتي المية نفسه ممتاز، التسميد قل، الأمراض الفطرية قلت، مقاومة الأفات والأخرى قلت، ناتج عن كبر مجموع خضري، كبر مجموع جذري، متوقع بفضل من الله سبحانه وتعالى عند المستهلك النهائي في المزرعة ان هو يطلع معاه بشكل جيد جدا، لانه لعدم بذل اي مجهود في عملية الانبات الاولي، وده ملاحظ في الكمية. طيب العدد الثاني، كمية البذور في وحدة المساحة، نسبة الانبات داخل هذا المشتل الله اكبر ما شاء الله تفوق على نفسه فيها، وصل ل 100%، مفيش عمليات ترقيع، مفيش اي اصابات، يكاد يكون العمر كل واحد، يكاد يكون الطول كل واحد، كانه زارع بمسطره. الحاجه اللي بعد كده الاصناف متعدده داخل مشتل واحد وصعبه المنال. تعال معايا تشوف الطماطم اللي صعبه اللي الناس ما بتعرفش تزرعها وليها ظروف خاصه. هذه صنف طماطم 101 اللي ليه ظروف خاصة جدا في هذا السيزون، في الوقت ده اللي الناس بتبقى عن في صعوبة في انباتها، ده اختلاف درجات الحرارة واختلاف الفصول والعروة بتاعتها جاية مزنوقة، وبالتالي المشتل الماهر اللي بيفكر انه يكسب لازم يبقى متميز. هنا المشتل ده ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، برضه نفس الحكاية زي ما تميز معانا في البتنجان تميز في الطماطم وانتاجيه، لو نزلت بالكاميرا وبصيت لها من فوق كانها سجاده خضراء، نفس الارتفاع، مجموع الجذري الله اكبر، كميه ممتازه. لو بصيت عليها، لو جبتها بالمسطره وقستها واحد واحد هتلاقي النسبه تكاد تكون 98% مقاس واحد. و بجد تسلم ايد الناس القائمين هنا في المشتل على العمل الجميل والممتاز، ودي مميزات دلتا ووتر وجهاز دلتا ووتر، ايجاد الماء النشط الحيوي اللي يدع النبات يمتصه بدون اي صعوبه، وده اللي نتج لما امتص الميه بدون صعوبه حصل نمو خضري ممتاز ونمو جذري ممتاز. لو كان في صعوبه 1% 2% ما كانش هيطلع المنظر اللي احنا شايفينه بفضل الله تعالى. استخدام اجهزه دلتا ووتر بتيسر الميه، تقلل التوتر السطحي بتاعها، بترفع من كفاءة المية بحد ذاتها، بتقلل من الأسمدة، بتقلل من المبيدات، بتقلل من زمن الإنتاج داخل الدورة داخل المشتل نفسه، بدل ما يقعد ينتج في 35 يوم نفس الصنف بقى بينتجه في 25 يوم، في عنده 10 أيام فرق، معناه 10 أيام توفير عمالة، 10 أيام كهرباء، 10 أيام سماد، 10 أيام أسمدة، لا في توفير وفي نجاح بفضل من الله سبحانه وتعالى. المهم الإصرار، المهم صاحب المشتل يكون مصر. وشكرا جزيلا والله الموفق، شكر جدا على مشتركم الخطير.